المرة التي لم تكتشف بعد نحس مواردها وثرواتها وخيراتها، وهذه القارة تم إهمالها كثيرا سنوات طويلة جدا، وعانت مشكلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية ما بين بدأت بالفقر وانتهاء بالجهل. برأيك ما هي التحديات التي تواجه أفريقيا الآن، وأيضا ما هي الفرص الواعدة على حد تعبير حضرتك بالنسبة لقارة أفريقيا؟ طيب. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا بشكر الدكتورة ماهر على الدعوة الكريمة واختيارها لموضوع أفريقيا. احنا فعلا في احتياج كبير جدا ان كل بيوت الثقافة وكل المهتمين بالوعي يشتغلوا على موضوع أفريقيا. أفريقيا التاريخ، أفريقيا الجغرافيا، أفريقيا الاقتصاد، التنمية، تاريخنا مشترك، شعوبنا بدايتها في أفريقيا، ويمكن لما بنرجع كمان أكتر بنعرف إن مصر كانت دايما هي البوابة لأفريقيا، حتى في الغزو والاستعمار شرقا وشمالا كانت بتكون من خلال مصر، وكانت مصر بيكون لها دور كبير جدا على مدار التاريخ في صد اي حد بيكون جاي بعدوان على القارة الافريقية، لحد ما كان لها نفس الريادة والدور في حركات التحرر في قارة افريقيا. بس عشان ما نروحش قوي في قصة التاريخ والجغرافيا والوحدة وحلمنا بافريقيا القوية الواعدة، عايز امشي كده في بعض النقاط السريعة في الاقتصاد والتنمية في قارة أفريقيا. زي ما بيقولوا دايما أساتذتنا، الأرقام بتكون الأكثر دلالة، ودايما الرقم ما بيغلطش. ففي عجالة هنقول مساحة قارة أفريقيا هي 30 مليون كيلو متر مربع. إذن عندي مساحة ضخمة جدا، هي ثاني أكبر قارة يابسة في الكرة الأرضية. الثلاثين مليون كيلو متر مربع بيسكنهم طبقا لآخر تقديرات من البنك الدولي 1.218 مليون نسمة، يعني 16 أو 15.5% من سكان الكرة الأرضية. هنبدأ ناخد الصدمات بقى. 15% من سكان العالم بينتجوا، بيساهموا في إنتاج العالم ب2.5%. ثاني أكبر قارة يابسة على الكرة الأرضية بتساهم 2.5، مش 25%، 2.5% من الإنتاج العالمي والدخل القومي العالمي. هي دي أفريقيا. أفريقيا اللي فيها مصر، اللي فيها دول المغرب العربي، اللي فيها دول جنوب الصحراء، دول الشرق الإفريقي، القرن الإفريقي، غرب أفريقيا، فيها أكثر من 1000 سلالة، فيها كل اللغات اللي بنتحدثها على العالم القديم والحديث. أفريقيا الوحيدة اللي فيها كل لغات العالم، فيها أكثر من 1000 لغة محلية يتحدثها السكان المحليون، فيها كل اللغات الحديثة، أسباني، إيطالي، فرنسي، وإنجليزي، عربي، فيها كل الديانات، كل الديانات بمعنى كل ديانات سماوية وديانات غير سماوية، كلها موجودة في أفريقيا. أفريقيا فيها كل الأجناس والشعوب، حصل اختلاط ما بين الغرب والشرق في أفريقيا. عندنا أفريقيا الهندية، عندنا أفريقيا الأوروبية، البيض الأفارقة، السود، الزنوج، الأمازيغ، العرب، كل الشعوب وكل الأعراق موجودة في قارة أفريقيا. معقولة كل هذا الغنى، كل الوفرة دي في أرض وتبقى هي أفقر قارة في الكرة الأرضية؟ أفريقيا هي الدولة القارة الفقيرة التي عانت كثيرا من كل حاجة، المجاعات، الأمراض، نقص في التعليم، مش عايز أقول جهل، يعني كلمة جهل ما بحبهاش، لأن المواطن الأفريقي هو اللي علم العالم، الشعوب الإفريقية هي اللي عملت الثقافة لكل دول العالم، فمستحيل أستحي أن أطلق عليها جهل، ولكن هي نقص في التعليم،
جالنا فترات كتيرة تراجعنا فيها كقارة. أنا هنا ما بتكلمش إن أنا مصري ومصر وأفريقيا، لأن إحنا كلنا أفريقيا. إحنا كلنا لازم نغار على أفريقيا. لازم لما بنسافر شرقا وغربا وبنروح كل دول العالم بيكلمونا على إن إحنا أفريقيا، إحنا أفارقة. بيكلمونا إن إحنا من شمال أفريقيا، نورث أفريقيا. وبيكلمونا على إننا من هذه الأرض اللي المفروض فيها كل الخير اللي في العالم. أفقر قارة في العالم هي أغنى قارة ربنا اكتباها بكل حاجة. محيطها سواحل من كل الاتجاهات. هي جزيرة، مش قادر أقول شبه جزيرة، لأن حتى المكان اللي يخليها شبه جزيرة إحنا المصريين عملنا قناة السويس. فعندي بحر أحمر، محيط هندي شرقا وجنوب شرق، عند المحيط الأطلسي في الغرب والجنوب الغربي، بحر المتوسط في الشمال. عندي كل هذه المساحة في منتصف الكرة الأرضية. أفريقيا برضو في سطور بسيطة، يعني رقم واحد من الاحتياطي العالمي لخام الكوبالت. الكوبالت من أغلى العناصر والمعادن اللي بتدخل في معظم الصناعات التكنولوجي. عندنا 50% من إنتاج العالم من الكوبالت في أفريقيا. النحاس 35%. 35% من الذهب في كل الأرض اللي بتنتج وتشارك ب 2.5% من الناتج القومي. هديكم رقم صغير، أفريقيا بتعمل 2 تريليون دولار في السنة. أنا هختصر، مش هقعد أقول بوينت 2.1 تقديرات البنك الدولي، صندوق النقد، تقديرات البنك التنمية الإفريقي، لأن بيبقى دايما في فروق بسيطة جدا. 2 تريليون دولار. أمريكا 21 تريليون دولار. أفريقيا 54 دولة، 30 مليون كيلو متر مربع. مصر 1 مليون كيلو متر مربع، يعني 30 دولة زي مصر. عدد الدول في قارة أفريقيا 54 دولة. 55 بجزيرة، لا بعد اسم السودان، بعد اسم السودان، أو بعد اسم السودان، هو بيقال بعد اسم السودان. وفي ناس بيتكلموا عن المنطقة المتنازع عليها في الغرب، الصحراء. فإحنا بنتكلم 55 دولة. ممكن يبقوا 60 دولة من مساحات دول صغيرة، وممكن يبقوا 100 دولة. لهذا السبب يعني أنا بتمنى إن أنا أتكلم عن إفريقيا وهي دولة، اتحاد دول لهم هدف مشترك، وهي دي اللي أشارك ليها سيادة السفيرة 2063 وأهداف القارة الإفريقية. ما وجدناش في آخر سنوات أي اهتمام بالتوجه نحو أفريقيا الواعدة، أفريقيا القادرة، غير بصراحة بعد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي. وفعلا يستاهل التحية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عنده كل الهموم الداخلية، كل المشاكل الاقتصادية اللي بيمر بيها في مصر، الأزمات، المنطقة المشتعلة، الخيانة من الداخل ومن الخارج، من الأقرباء ومن الأعداء، مؤامرات. وهتكلم بكل صراحة، احنا مش على هوا ولا تلفزيون، فممكن كل المنطقة دي وكل الصراع ده وكل المشاكل دي، وده راجل جاي عينه على أفريقيا. أي حد تاني في ظروف تانية، أنا بس همي الشأن المصري، همي لوكال، أبص هنا داخلي، بس هو كان شايف وعنده رؤية. إحنا من غير أشقائنا، من غير إخواتنا، ومن غير اتحادنا هنكون أضعف. قوتنا بوحدتنا كقارة قوية. فيبدأ المؤتمرات اللي بنشوفها النهاردة، الصين أفريقيا، روسيا أفريقيا، بريطانيا أفريقيا اللي هو موجود النهاردة بسببها في العاصمة الإنجليزية لندن. إيه ده؟ ايه وجوده في وسط القادة والزعماء الافارقة ويتكلم بلسان القارة الافريقية مش بلسان مصر، ويتكلم عن التنمية البشرية، الاستثمار في الرأس المالي البشري. في لقائه اخر مرة مع صندوق النقد والبنك الدولي كان بيتكلم عن افريقيا، ما تكلمش عن مصر. انا شفت المنشطات، انا قاعد اتابع، انا راجل بتاع اقتصاد اشتغل في البزنس، عندنا استثمارات في افريقيا في اكثر من دولة، فبيبقى اول ما اسمع كلمة افريقيا بيحصل لي شوية انترست، عايز اعرف فيه ايه. عندنا دلوقتي افريقيا
نقدر بسرعة جدا باللي بنشتغل عليه. طبعا في ناس مش عاجبها ده، اكيد مش كل الدنيا والعالم محتاجين افريقيا قوية. يعني خلينا نتكلم بصراحة، ما هو لو كله بقى قوي مين يعني هيتضرب؟ هو احنا النهاردة في غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف، في دول عظمى في دول لها اطماع. افريقيا كانت طول عمرها هي مطمع للدول الاستعمارية، كل خيرات افريقيا تم نقلها بره القارة الافريقية وتتصنع وترجع لنا تاني. النهاردة خلاص لا، عندنا اقتصادات واعدة في قارة افريقيا، نمور طالعة زي ما كنا بنسمع النمور الاسيوية، عندي رواندا، عندي الكونغو، عندي مصر طبعا وجنوب افريقيا والمغرب، شمال افريقيا عندي بوتسوانا، دول كتير جدا، كاميرون، نيجيريا بالاقتصادات القوية واعدة، تنزانيا، كينيا عاملة هب تجاري في الشرق الافريقي، كتير مش عايز انسى. بس احنا انا بتكلم من الدول اللي تعاملت معاها بشكل حقيقي. زامبيا عندها اكبر مناجم نحاس النهاردة، بدأوا يتكلموا مع الدول الكبرى ان انا عايز اصنع النحاس هنا في زامبيا، مش هصدر تاني خام. مصر كانت رائدة برضو، والله مش عشان انا مصري بس غصب، لما بنيجي ندرس نلاقي دايما القرارات المحترمة صدرت في مصر وبدأت تعمم. لما وقف الرئيس السيسي تصدير الرو ماتيريال والخام ولازم يحصل اد فاليو، كان وزير دفاع ما كانش رئيس دولة، وزي ما دكتور احمد بيقول كان وزير دفاع مش رئيس دولة، وحط ده في مجلس الوزراء واتطبق وهو رئيس دولة. النهاردة كل الدول الافريقية مشت باتجاه ده، مش هنصدر رو ماتيريال، اللي عايز ياخد من عندي خام يجي يعمل لي مصنع على ارضي، اللي عايز يجي يبيع لي سلعة يجي يصنع السلعة عندي في ارضي. يعني مش عايز اروح للسؤال الثاني واجابته، بس لو تيجي على السؤال اللي لسه هسأله لك دخلت فيه. انا يعني هختم الاجابة على السؤال الاول والثاني وهقول افريقيا حلم لينا كلنا، احنا كمصريين كافارقة، احنا وجودنا في هذا الموقع الجغرافي في القارة الافريقية، ال 2.5% من الناتج العالمي ل 16% من سكان الارض لا يليق بقارة افريقيا ولا بينا كمصريين. ان شاء الله نشتغل على بلدنا، نشتغل على افريقيا، بنشجع رجال الاعمال المصريين الاستثمار في افريقيا، بنشجع البنوك الافريقية تأمن لنا نقل الاموال. عندنا مشاكل ممكن نبقى نتكلم فيها، في مشاكل، احنا نفسنا نستثمر في افريقيا، عندنا معوقات رهيبة، العامل المصري بيطلع يشتغل في شرق وغرب وشمال ما بيفكرش ينزل في الجنوب. ما سمعناش مصري بيقول انا مسافر اشتغل في تنزانيا، في السنغال، جنوب السودان، ليه؟ ممكن نقول ده. شكرا. شكرا دكتور سمير سلمي على هذا الاسترسال الرائع الذي يعني تعطينا التفاؤل.